نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً صادماً وثقت فيه ارتكاب السلطات اللبنانية لانتهاكات واسعة ضد المعتقلين السوريين في سجونها، من بينهم أطفال قُصّر ونساء. كم تمنيت أن أموت هو عنوان التقرير الذي اتهمت فيه العفو الدولية الأمن اللبناني ومخابرات الجيش بارتكاب تعذيب وحشي ضد 26 سوريا، حيث شمل التعذيب الضرب والإيذاء الجسدي والتحرش الجنسي والإساءة اللفظية بحق النساء أيضا. كم تمنيت أن أموت؟ هكذا عنونت منظمة العفو الدولية تقريرا صادما دانت فيه الانتهاكات المروعة المرتكبة بحق لاجئين سوريين محتجزين في السجون اللبنانية. يتهم تقرير المنظمة وبشكل مباشر قوى الأمن اللبناني ومخابرات الجيش بارتكاب انتهاكات بحق 26 لاجئا سوريا، 4 منهم أطفال، تم توقيفهم بشكل تعسفي بين عام 2014 و 2021، إذ لم يخضعوا لمحاكمات عادلة، ولا يزال 6 منهم قيد الاعتقال بتهمة ما يسمى بالإرهاب. أساليب تعذيب مروعة استعرضها التقرير لم تختلف كثيراً عن أساليب التعذيب المتبعة لدى النظام في سوريا. وصلت حد الضرب بالعصي المعدنية والكابلات الكهربائية والتعليق رأساً على عقب والإجهاد لفترات طويلة والضرب المبرح إلى حد فقدان الوعي، فضلاً عن تعرض امرأتين إلى التحرش الجنسي والإساءات اللفظية، كلها بهدف انتزاع اعترافات متنوعة. تزاحم تقارير الإدانات الدولية دفع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان مطلع العام إلى نشر بيان شددت فيه على أهمية استجابة الحكومة اللبنانية لتوصيات المجتمع الدولي وبذل مزيد من الجهد للوفاء بحقوق الإنسان، لكن البيان لم يلقى أذانا مصغية لدى المعنيين به حتى الآن. تستهجن العفو الدولية ما يقوم به الجانب اللبناني، فتصف الحال بأنه استهزاء بالعدالة، لا سيما أن الموقوفين السوريين جميعهم من معارضي نظام الأسد. لكن المنظمة ربما لا تدري أن لبنان 2021 هو بلد معطل بشكل شبه كلي منذ الانفجار الأخير الذي عرى سياسيه وحكامه. أرحب بمحمد صبلوح مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين في طرابلس، أهلا بك بداية. أهلا بكم جميعا. مساك. يعني ما ورد بتقرير العفو الدولية ليس بالجديد، تم عرض هذا التقرير تقريبا إعلاميا. اليوم بعد التوثيق والتقارير ما هي الخطوة الجديدة؟ هل ممكن أن يتحرك البرلمان اللبناني منظمات حقوق الإنسان؟ يعني بداية اسمحوا لي وجه شكري لمنظمة العفو الدولية يلي اشتغلت معنا خلال أشهر على توثيق وإصدار هذا التقرير الرائع الذي أرسى مظلومية السجناء، مظلومية النازحين السوريين واللاجئين، وكذلك أنا بسمحي لي أقول حتى اللبنانيين منهم أوفر حظا من هالانتهاكات، ولكن كان التركيز على قضية النازحين السوريين لما تعرضوا له من ظلم بالاعتقالات التعسفية، من تعذيب وحشي يصل إلى الشراسة في التعذيب والتفنن في أسلوب التعذيب، يليها محاكمات جائرة تكتفي بتحقيق أولي أجرية تحت الضرب والتعذيب، يليها ممارسات داخل السجن من تعرضهم للنازحين السوريين واللبنانيين أيضا إلى تعذيب داخل السجن، وقد صرخنا كثيرا لإيقاف هذه الممارسات، واليوم أتى تقرير منظمة العفو الدولية يقول كفى، كفى ظلما في لبنان، كفى للأجهزة الأمنية في لبنان عبثا و يعني و واستشراسا بالهجوم على هؤلاء العزل. طيب. الذين لا يملكون شيئا. طب استاذ محمد، وانت يعني لك باع في العمل الحقوقي ما يتعلق بهؤلاء المظالم، ما الذي استوقفك انت كمحامي في هذا التقرير الاخير؟ ما اكثر ما ألمك ان صح التعبير؟ والله اكثر ما ألمني عندما رايت في هذا التقرير كيف انا بالمحكمه العسكريه بوقف بيطلع بيقول السجين جيبوا لي امي وخليني اشوفها وهي عم تشوفني عم بتعذب،
جيبوا لي اختي وهددوني باختصاصها اذا ما وقعت على، عذرا على هذا التعبير، على المحضر كما هو لانتزاع الاعترافات بالقوه. المحكمه العسكريه للاسف اسمحي لي اقول لك لما بتسمح الكلام بتضحك، هي واجبه هون، واجب رئيس المحكمه يفتح تحقيق واحاله جميع من المحققين الى المساءله والمحاسبه. انا اسمحي لي اقول لك اليوم كنت باجتماع بلجنه حقوق الانسان البرلمانيه، وزعت لهم التقرير بلغته الانجليزي التقرير الكامل، وقلت لهم انتم امام مسؤوليه كبرى، اما ان تثبتوا انكم حاضرون لمساءله الأجهزة الأمنية والقضائية عن هذه الانتهاكات، وإما نحن فشلنا في إرساء دولة مؤسسات العدل والقانون. نحن في لبنان على المحك، العدالة على المحك في لبنان. طب من يعطل هذا الملف أستاذ محمد؟ يعني من يستطيع إيقاف الناس عن ما تفعله؟ يا سيدتي لبنان أن الدول الأوائل النشيط جدا في تشريع القوانين ويتجاوب مع المجتمع الدولي بتشريع قانون تجريم التعذيب وتشريع قانون مادة 47 أصول محاكمات جزائية لجهة التحقيق الأولي، لكنه من أفشل الدول في التطبيق، بحيث لا تلتزم الأجهزة الأمنية والقضائية تطبيق هذه القوانين حتى اليوم. ونحن صرخنا دائما وقدمنا عريضة مع 23 منظمة حقوق إنسان دولية ومحلية، طالبنا بمساءلة وزراء الداخلية والعدل والدفاع عن غياب تطبيق لهذه القوانين. المسؤولية يتحملها اليوم الإدارية هم هؤلاء الوزراء الثلاث، عليهم أن يجاوبوا المجلس النيابي على أسئلتنا التي وجهناها إليهم، وفي حال لم يقدموا أجوبة واضحة على المجلس النيابي استجوابهم أمام الهيئة العامة للبرلمان اللبناني في أقرب جلسة ممكنة. نحن نقول إننا اليوم ننتظر استجواب هؤلاء الوزراء، وإلا فنحن يعني لم نألو جهدا للدخول إلى المجتمع الدولي واستغمال كامل صلاحياتنا للضغط على لبنان لإلزامه كدولة وحكومة وقضاء بتطبيق القوانين الذي وعد بتنفيذها. يعني للأسف يعني الصورة التي تقدمها لبنان بأنها مع حقوق الإنسان ليس لها أي علاقة بأرض الواقع، وأيضا منظمات التي تعنى بالمرأة، ألم يشاهدوا ما تتعرض إليه النساء في السجون؟ لماذا لا تتحرك اليوم؟ اليوم نحن اليوم نعمل على بأسلوب جديد، نعمل عبر التشبيك مع منظمات حقوق الإنسان لتوحيد الجهود في مواجهة الانتهاكات، إن كانت الانتهاكات بحق المرأة وما رأيناه ما تعرضنا له في السجون، أو بحق السجناء، أو فيما يتعلق بالمحاكمات الجائرة. اليوم إن شاء الله نعدكم بأننا لن نسكت بعد اليوم عن أي انتهاك لحق أي سجين لبناني سوري أو غير ذلك، وسنبقى دائما نوثق هذه الانتهاكات لنصل إلى دولة العدالة الحقيقية وإلى المساءلة عن والمحاسبة المجرمين الذين ينتهكون حقوق الإنسان. طب أستاذ محمد، يعني أيضا موضوع النساء اللي ذكرته زميلتي، وأيضا الأطفال الذين اقتيدوا أيضا لهذه المعتقلات، كيف يتم تعذيب الأطفال هناك؟ هل لديك أي قصة تستطيع أن ترويها لنا أو حالة؟ نعم طبعا، انا اعرف طفلا انتزعت اظافره من يده وعلق على الحائط نسميه بلانكو لايام. اعرف اطفالا اخرين تعرضوا لابشع انواع الضرب والتعذيب بالعصي والكهرباء، وتم انتزاع الاعتراف منهم بالقوه ووضعوا مع المجرمين الحقيقيين. يعني نحن نزعنا منهم روح الطفوله يعني علمناهم الاجرام باصوله اذا بدنا نحكي باللبناني. للاسف الأطفال لم يعني تم انتهاك حقوقهم بالكامل في ظل غياب رقابة الأحداث وحضور المحامي. اسمحي لي أقول لك شغلة، أنا عندي موقوف سوري تم توقيفه بمذكرة توقيف غيابية صادرة عام 2003 لتشابه أسماء، وهو مواليد 2000. تخيلي مواليد 2000، يعني كان عمره 3 سنين. لما وجد طبعا لما وجدوا في غباء لهالدرجه جعلوه يوقع على اعترافات بالقوه انه تعرف على داعش في احدى المناطق السوريه واحيل الى المحكمه العسكريه، الى ان عملت على اخلاء سبيله باقصى سرعه ممكنه. نعم للاسف. اين هو الان هذا الطفل؟
موجود حاليا في هو كان طفل وهو يحاكم على جريمه عندما كان عمره 3 سنوات. هلا صار عمره 17 سنه تقريبا وما زال في السجن ولم يتم محاكمه هذا الطفل. من اعطاهم الحق بان يتم سراحه؟ نعم. اين هو الان؟ هو حاليا اخلي سبيله منذ شهر ونصف. نعم تقريبا وهو حاليا بالسجن. نعم. للأسف نعم. للأسف يعني هذه القصص مفجعة ومؤلمة. هل تتوقع أن يحصل أي تجاوب في الأيام القادمة؟ وماذا عن وضع اللاجئين يعني عندما يذهبون لاقتياد لاجئ من خيمته إلى تلك المعتقلات؟ ماذا يحصل له؟ ماذا يحصل لعائلته؟ يا سيدتي عائلته تتشرد واللاجئ يتم اعتقاله تعسفيا بدون أخذ إذن القضاء ولا يسمحون له بتطبيق القانون. احيانا اللاجئ السوري او حتى اللبناني يختفي اسبوع لا نعرف اين هو، نفتش عنه في دهاليز هذه السجون وندعي على الاجهزه الامنيه بانها اخفته قسرا حتى نعرف اين هو. ولقد يعني عانينا الامرين حتى وصلنا الى ما نحن عليه اليوم بتطبيق الماده 47. انها جهود الحقوقيين والمنظمات الحقوقيه ومواكبتكم الاعلاميه والضغط الدولي هو الذي يؤثر على لبنان ويجعله يلتزم بتطبيق القوانين نصا وحرفا. فانا اتمنى دائما تشابك هذه الجهود لنصل الى دوله اكيد نحن بالتعاون مع اي حدا مظلوم او ممكن يصلت قضيه اي حدا مظلوم بالسجون اللبنانيه او باي سجون اخرى ونقدم له يد العون ونسلط الضوء على مثل هذه القضايا. بشكرك على كل جهودك بوقوفك مع السوريين في لبنان. محمد صبلوح مدير مركز حقوق السجين في نقابه المحامين من طرابلس، شكرا لحضرتك. شكرا لك. فاصل ونتابع.